صباح النور نسرين، وصباح الخير ايضا لزميلي علي ولجميع المشاهدي برنامج دنيا الصحافه. نعم نسرين، مثل ما تفضلتي وذكرتي، احنا اليوم في مدينه عجلون بالتحديد. هذه المدينه شهدت الاسبوع الماضي اعتصام من قبل الاهالي، طالبوا بعدم دمج البلديات وبفصل بلديه عجلون، وأيضا انطلقت بداية هذا الأسبوع أيضا عملية تسجيل الناخبين. مدينة عجلون حتى الآن نسبة الإقبال على تسجيل الناخبين ضئيلة جدا وتكاد تكون معدومة. حبينا اليوم نكون في هذه المدينة لنسمع من الأهالي والمواطنين ومن وجهاء العشائر مطالبهم وماذا يطلبون من الحكومة ومن وزير البلديات. معي هنا يعني عدد من المواطنين، راح نلتقي فيهم ونسمع منهم مطالبهم وننقلها للمسؤولين. صباح الخير، نتعرف عليك. صباح الخير، خلف عيسو من عجلون. قبل أسبوع كان عندكم اعتصام أمام بلدية عجلون، ما هي المطالب التي تودون اسمعها للمسؤولين؟ مطالب أهل عجلون تتلخص بأنه أهالي عجلون جميعا طلاب وحدة وليسوا طلاب دمج بالقوة، ومطلبهم يتحدد بأن بلديتهم في الدمج تضررت كثيرا. أبرز المظاهر التضرر، يعني أنت بتحكي أنها تضررت، من أي ناحية تضررت؟ تضررت من حيث المديونية، كثرة الموظفين، تراجع الخدمات بشكل كبير، وأصبح أهالي عجلون لأنه عدد سكان عجلون أقل بكثير من البلديات التي أضيفت إلى عجلون. وإحنا نكن الاحترام والتقدير إلى أهالينا وأقاربنا في كل من عنجرة والصفا وعين جنة والروابي. إحنا حتى نكون أحباء مع الزمن لابد أنه نفصل البلديات عن عجلون لأنها أضمت إليها، اندمجت، والدمج في لغة الإكراه، في لغة العنف، وليس في لغة الحوار. ولهذا السبب إحنا مع الأردن بقيادته، احنا نعتبر الاردن اولا، ونعتز باننا اردنيين، ونعتز باننا عجلونيين. عجلون ليست ملك العنجره وليست ملك العين جنه، عجلون ملك لكل جبل عجلون وللاردن. وجلاله المرحوم سيدنا الحسين سماها جميله الجميلات، ونحن بننتظر بانه هذا الجمال لابد يوم من الايام ان ينعكس على اهل عجلون. وتاملنا طويلا انه الدمج ممكن يفيد، للاسف ما فاد ابدا، لانه كان الاجدر انه الحكومه تعمل تجربه بسيطه جدا، تجربه في الشمال، تجربه في الوسط، تجربه في الجنوب، يجربوا الدمج، اذا نجح الدمج يعمم. الان ثبت فشل الدمج كليا، وانا اللي بتابع الصحافه واللي بتابع الاذاعات يرى بانه 99% من اهالي الاردن ضد الدمج لانه اضر بمصالحهم. نعم، شكرا لك. انا حاب ايضا نسمع من احد الاخوه هون، نتعرف عليك. غالب السمادي. اخ غالب، انا يعني موضوع دمج البلديات وانتم بتطالبوا في فصل بلديه عجلون، مطالبكم هذه رفعتوها لمين بالتحديد خلال اعتصامكم الاخير، وماذا كان الجواب؟ هي بدايه قبل الاعتصام رفعت الى من كلفه رئيس الوزراء وهو معالي وزير الزراعه سمير الحباشنه، وكمان رفعت الى وزير البلديات، وكان وفد من عجلون مؤلف من 42 شخص واكثر يمثل كل الاطياف في مدينه عجلون. قابلنا سمير الحباشني في مقر رئاسة الوزراء، ثم قابلنا من بعده قشوع وزير البلديات، وهم اللجنة المكلفين بفك الدمج بين البلديات، وسمعوا منا وسمعوا رأينا جميعا. وكان في وعود أنه ستفك البلديات الأخرى. وعدوكم بفصل البلديات يعني؟ قالوا إحنا سندرس موضوع البلديات. تقدم لهم نعم.
ما هو يعني قالوا احنا سندرس وضع البلديات جميعا، وقدمت عريضة موقعة من أهالي عجلون و 3000 شخص موقعة من أهالي عجلون، قدمت لسمير الحباشني ولق الشوع ورئيس الوزراء. النتيجة النهائية يعني من خلال كلامكم معهم؟ من خلال حديثنا معهم، من خلال حديثنا معهم يا أخي الكريم، قالوا أنه ما ينطبق على البلديات القادمة، سيكون هناك دراسة تامة لما سيدور. لما احنا عملوا الدراسة وفكوا دمج مناطق أخرى، احنا وقفنا من مثلنا مثل أبناء الأردن الثانيين، لأنه احنا متضررين أكثر حتى من أبناء الأردن الثانيين. وقفنا احنا باب البلدية للمطالبة بفك الماء ما أضيف إلى بلدية عجلون من البلديات الأخرى. وكان الاعتصام فيه كل الاحترام للبلد وللأردن ولقيادة الأردن وكثير من المعتصمين. يعني هلأ أنتوا عملتوا الاعتصام وأعلنتوا وقف الاعتصام إلى أمتى بالتحديد؟ احنا أعلننا يعني وقف الاعتصام حتى تفصل البلدية. إذا لم تفصل البلدية سيعود الاعتصام، يعني علق الاعتصام. خلينا نرجع للاستوديو، يعني زميلتي نسرين احنا معاكم، إذا بتحبوا تأخذوا تعليق من سعادة النائب.